انت ليش قلت للمدير انه ما في شيء؟ كنت قل له خليه يعاقبهم كلياتهم. بيرك، قلت لك من قبل اذا عندي شيء مشكله بحب اني حلها لحالي، وما بحب حدا يجي لعندي ويتدخل بمشاكلي الخاصه بنوب. والله انت بتعرف وين مصلحتك، بس برايي روحت على حالك فرصه كتير كبيره. لا تقلق يا اخي، انا رح حل كل مشاكلي عن قريب. الو، كيفك يا رفيقي؟ كيف بدي يكون يعني؟ شو عم تعمل؟ وينك انت؟ وين بدي يكون؟ بالمدرسة طبعا. شو انت حابب تضل بالثانوية ما هيك؟ نحن صرنا سنة تانية بالجامعة وانت بالثانوية؟ شو يلي عاجبك فيها لهلأ؟ والله ما فهمت. قلب ليك، تركني بحالي، مالي ناقصك. انا متضايق كتير هالفترة. طيب ماشي، ما رح زيد عليك تولقى. شو بدي اقول لك، بكرة عيد ميلادي، بدي اعمل حفلة صغيرة مع الشباب، ما رح تجي؟ اخي في عنا شي امتحان بكرة؟ عيد ميلاد قلب، بتروح؟ سلم عليه كتير، بس صعب اني روح. بكرة في مباراة تولقى، ما رح روح حتى لو كان عيد ميلادي. سمعت، بكرة في مباراة والله يا اخي، يعني ما رح نقدر نروح، لا تواخذنا. قديشك حقير انت وياه، بعتوا رفيقكم بسبب مباراة؟ طيب على راحتك، بس بدي اسألك سؤال. تتذكر لما كنا عن ميمو، اجوا بنات لهنيك، اخذت رقم تليفونهم؟ ايه انا اخذت رقم وحده، ليش؟ تمام، اتصل فيها. خليهم يجوا على الحفله كمان، بنتسلى مع بعض شوي، شو رايك؟ ها قلب، انت شو مفكرني يا رفيقي؟ قول اذا كان بدك هذا الشيء تصل معهم انت. لا تقول هيك اخي، انت حكيت مع البنات بطريقه حلوه هداك اليوم، اتصل فيهم. طيب ماشي، انا رح اتصرف. عم تحكي جد؟ ايه عن جد يا رفيقي، رح اجيب لك بنت حلوة كتير، منه حلوة ومنه صغيرة، لا تقلق ابنه. شكرا لك تولقى، خبرني شو بيصير معك. ماشي، مع السلامة. شايف كيف الفرصة بتجي لعندك بأسرع وقت يا رفيقي؟ شو صار؟ اللي شو بده قلب منك؟ ما في شي مهم يا أخي، في بيناتنا شوية حسابات قديمة وعم يخبرني مشانها. هي أميرة النجاج، بس حلوة ها؟ ايه بس يا حرام ما لحظ، على أساس هي ببو عينه لقدير ولعمر وحتى دوروك كمان، بس اتفرج على هالعيشة اللي عايشتها، عم تاكل من ورا الزباين. عن جد ما لحظ. كلامك مزبوط، ما لحظ. عفوا، ممكن أخذ الحساب لو سمحتي؟ ايه طبعا. ايه وين دروك رح يجي ما هيك؟ قلتلك رح يوصل طلبية هلأ بيجي. شو بدك بدروك؟ هاي فرصة ما رح تجي مرة تانية، إني شوفه عم يمسح الأرض يا آسيا. ما عم صدق. طيب ليكي شو بيعمل كمان؟ بيغسل الصحون؟ ايه بيغسلهم. ما عم صدق. شو هالحب؟ دروك أتاكول عم يجلي الصحون وعم يطلع بالباص كمان بس كرمال البنت اللي بيحبها. والله شكله هالولد بيحبك كتير يا آسيا. أنا باخده، أنتي رتبي المكان. تمام، شكرا. حبيبتي، عم قلك رح تكون مجموعة صغيرة كتير. طيب ادرسي للامتحان وبعدين تعي، هنن 3 ساعات. عم قلك رح يعطوكي 1000 ليرة، رح تشتغلي كرسون. خلص خبريني شو بيصير معك. عفوا. عفوا، أنا سمعت حديثك من دون قصد، لا تواخذيني، بس بيدفعوا 1000 ليرة باليوم للي بيشتغل كرسون؟ آه، في عيد ميلاد لشخص، أنا طالبة جامعة وبشتغل هيك شغلات. أنت بدك تشتغلي؟ حتى قولي لرفيقتك كمان إذا بدها. هاي بنت عمي، يعني هو صعب علينا شوي نشتغل بالليل، بس آسيا؟ البنت عم تعرض علينا شغل تخديم على عيد ميلاد و1000 ليرة باليوم. آسيا مو هيك؟ إيه أنت بتعرفيها؟ لا، ما بعرفها. ما بعرف إبك، صعب شوي لأنه بالليل. مندبرها آسيا؟ طيب أنت عطيني رقم موبايلك وأنا ببقى بخبرك. إيه؟ طيب ماشي. لحظة. هلو،
عم بستنى اتصالك. رح اتصل، لا تقلقي. شكرا لك. اهلا وسهلا. إبك ما اتفقتي معه ما هيك؟ ما بقدر روح بدون ما اسال اخي. برافو عليكي، سأليه مشان ما يسمح لك. ايه اكيد ما رح يخليكي تروحي ابدا. معناتها ما لازم نروح. آسيا عم قلك ألف ليرة، بشتري تليفون جديد، فينا نكذب كذبة بيضة. منقلن إنه رايحين على عيد ميلاد رفيقتنا مثلا. أنا ما بقدر كذب على أخي. آسيا أوف بقى منك، عن جد إنك غبية. طيب فكري شوي، لا ترفضي فورا لو سمحتي. تمام حبيبتي، رح فكر بالموضوع، مع أني ما بعرف بشو رح فكر. مشي الحال؟ طبعا، كان في بنت ماها، بنت عمها لآسيا. ايه اسمها إيبك شبه. كانت متحمسة أكتر مني، ما قالوا لي ايه بس أخذوا رقم تليفوني، بس برأيي رح يوافقوا، لا تقلق. ممتاز، هاي نص المبلغ، والنص الثاني لما بيفوت العصفور على القفص. اوكي بشوفك. مع السلامة. تقريب الموضوع آسيا، رح ناخد ألف ليرة، شو بدنا أحلى من هيك؟ معك حق، رح أقدر أدفع الأجار، بس لما يسألني أخي من وين المصاري شو بدي جاوبه؟ قولي أي شي، يعني ما بعرف، قولي أخذتيها من سليم ورح يخصمها من راتبك. يعني أكذب مرة تانية إبك؟ تمام آسيا، الحق علي، هلأ منروح منخلص الشغل ومناخد المصاري وبعدين بتخبري. بس إن شاء الله أخي قدير ما يروح يخبر أبي بالقصة. لا ما رح يقول شي، بس ما رح يوثق فيني مرة تانية. آسيا خلص بقى، والله قلبي رح يطق منك. تمام، معناها خلي هذا الشي بيني وبينك ولا تقولي لحدا. خلص قولي إنك لقيتي المصاري بالشارع. آسيا أنتو مو مضطرين على المصاري؟ نحنا؟ إيه؟ مضطرين عليها كتير. أخي راح مبارح لينقل أغراض ورجع إيديه مجروحين، وعمر كان رح يبلش يعطي دروس، قلت رح نرتاح، بس هاريكا خربت كل شيء. أنا مضطرة أروح هالشغل شو ما صار. طيب بما أنك مضطرة رح أتصل بمروة لك. لا تزعلي، نحن مو رايحين نسرق بنك، رايحين نشتغل وناخد مصاري. ألو مروة، أنا إبك. ليكي إذا ما لقيتي حدا، أنا وآسيا بدنا نروح نشتغل. ممتاز. أصلاً رفيقتي لهلأ ما ردت لي خبر. أنتوا محظوظين، المساء بمنو باخدكن؟ صحي البسوا تياب حلوة إذا ممكن. لا مو لهالدرجة حبيبتي، يعني تنورة وبلوزة بيكفي. تمام، على كل حال أنا لازم سكر هلأ، بشوفكن ولا تنسي بعتيلي عنوانكن. تمام مشي الحال. قبلوا يشتغلوا، العصفورة رح تفوت على القفص، لا تنسى المصاري تولقى. بالأول خليني شوفها بالقفص. انتوا جاهزين يا بنات؟ اليوم المساء في مفاجأة حلوة. تعرفت على الفريق من قبل، كلهم شباب محترمين، رح نشتغل بأريحية، ما رح يصير أي مشكلة. طيب وقديش عمره هذا الشاب؟ يمكن 20 سنة، ماني متأكدة بالضبط، أصلاً هنن 3 أشخاص مو أكتر. بس 3 أشخاص؟ مو قلال مشان حفلة عيد ميلاد؟ الأغنياء هيك حفلاتهم، لأنهم بيحتفلوا 50 مرة بالشهر، لهيك عددهم كتير قليل، لا تهتمي. طيب وكل قديش هنن بيعملوا هذا النوع من الحفلات؟ 3 أو 4 مرات بالأسبوع. منيح. رح تصير الحفلة عند المسبح، وإذا صار أي مشكلة تعالوا عندي ولا تحاولوا تتصرفوا من عندكم. تمام يلا رح تبلش الحفلة. ما قدر يطلع باليخت تبعه وقام لعب بهي. أنت مهووس فيها يا أخي. أنا بحب اليخت كتير، وإذا ما طلعت كل يوم مشوار فيه بتضايق.
اترك هاللعبة من ايدك، اجوا البنات يلا. يا بنات اهلا وسهلا. اهلا فيكم. مرحبا. اهلا وسهلا. انا قلب. اهلا مروة. اسيا. وهدول رفقاتي ليفانت وسينان. سلام. سلام. يلا تعالوا عدوا. لا بلا ما نقعد، خلونا نبلش فورا. نبلش فورا؟ معقول؟ خلونا بالأول نتعرف على بعض، نحن مو مستعجلين ما هيك؟ طبعا. أول شي خلونا نقعد يا بنات، أنا بقلكن ايمت فيكن تبلشوا شغل. يلا عدوا، لا تتصرفوا كأنكم غريبين، إذا ضليتوا عابسين هيك كيف رح نقضي الليلة؟ انت عادي مروى، بس نحن رايحين على المطبخ فورا. دقيقة، مطبخ شو؟ اتركوهم، على الأغلب هنن بدهم يغيروا تيابهم. بس على فكرة أنا عجبتني الحفلة كتير، شكلنا رح ننبسط. مروى، ممكن نحكي على انفراد؟ اهدوا لو سمحتوا، اقعدوا هون شوي بس لرد على التليفون وبعدين منحكي. لا تضلوا واقفين هيك، تعالوا اقعدوا، ليش خايفين انتوا التنتين؟ أبك، أنا ما عجبني الوضع أبداً وما بدي ضل هون بنوب ماشي. وأنا خلينا نروح على البيت وهي تصطفل تعمل اللي بدها إياه. تمام، نحن ضيعنا وقت كتير يا شباب، يلا خلونا نحتفل. يا بنات شو حابين تشربوا؟ ما بدنا شكراً. ولا شي؟ لا قلتلك ما بدنا. عملت اللي قلتلي عليه والعصفور صار بالقفص. عم تحكي عن جد؟ ممتاز. بدي مصاري تولجا؟ هي طبعا رح اعطيك المصاري، لا تقلقي ابدا. بس اخر شغله بدي منك صوره لالهن تكون كتير حلوه، فهمتي علي؟ بما انه العصفور بالقفص خلينا نشوفه، خليها تضل ذكرى ما هيك. بدك صوره؟ ايه مروى، يعني صوره مع الشباب وهن قاعدين سوا. طيب، مع أنه هالشي مو سهل بس رح حاول صور. أنا بعرف أنك بتقدري، يلا ناطرك مروة. باي. يلا تعالوا يا بنات، خلونا ناخد صور قبل ما نبلش الحفلة. ما رح ناخد صور ولا شي، أصلاً نحن رايحين. دقيقة، شو صار لكم؟ أنتم متوترين شي؟ يلا يا بنات خلونا ناخد كم صورة. قلتلك ما رح نتصور. يلا إبك امشي. ونحن بدنا اياك تتصوري، شو رح يصير؟ تعالي. ترك ايدي، عم قلك اتركني. انت شو عم تساوي؟ شو عم تساوي؟ اتركني لشوف. عم قلك اتركني. صورة واحدة بس، تعالي. لك شو عم تساوي؟ انت مجنون شي؟ قاعد هيك عم بحاول كون لطيف معك، شو صار لك؟ امشي خلينا نروح. لوين رايحين؟ لسه الحفلة ما بلشت. بعدين انتو ليش بدكن تروحوا؟ ترك ايدي احسن لك، شو مجنون انت؟ تمام تركتي. مروة جبتي بنتين مدللين كتير هالمرة. عم تعملوا هيك لأنه ما عطيناكم مصاري فورا؟ خدي هاي دفعة. تمام. انت شو عم تقول؟ قليلة الباية. عن جد انكم بلا شرف. انتي شو قلتي لهم؟ شو فاكرين جايين نعمل؟ ولا شي، مثل ما قلتلكم جيتوا لحتى تخدموهن وتاخدوا مصاري. كذبت شي؟ خدمة شو؟ اقعد جنبهم مثل الغبية، هاي هي الخدمة؟ على اساس نشتغل جرسين لهيك اجينا لهون؟ اجيتي تشتغلي جرسون؟ انتي شربان شي يا بنت؟ امتى صار اسم المرافقة جرسون؟ انت شو عم تقول؟ احكي مثل العالم والخلق يا قليل الترباية. اهدي شوي ولا تعصبي، ما تحكي معي بهالطريقة ابدا. انتبهي على حركاتك يا بنت. انتبهي على كلامك معي، عم تفهم؟ اهدي شوي خلينا نتفاهم. سكوت، على شو بدنا نتفاهم؟ يكفي بقى. Thank you.
بترجاك افتحي عيونك اصحي وحاكيني. هي عم تتنفس؟ هي عايشة بترجاك فحصيني. لك خلاص وامشي بسرعة حيوان انت، كيف بتساوي هيك؟ انا بعتذر كتير والله العظيم، صدقيني ما كنت بعرف انكم طلاب. لما اجيتي انت وهي البنت فكرنا انه انتو. لا تفكر شي يا وسخ، نحنا طلاب، نحنا بس كان بدنا نشتغل كراسين ونطلع مصاري، لهذا سبب نحنا اجينا لعنكم. الله يلعنكم حيوانات. صدقيني ما كنت بعرف انه هيك انتو. آسيا ابك. آسيا نحنا لوين رايحين ابك؟ لا تقومي حبيبتي، خليكي خليكي. لوين رح نروح؟ احنا قاعدينك على المشفى، يعني لوين بدنا نروح؟ لا بلا ما نروح على المشفى، اخي عم يستناني وقف. انت وقعتي وراسك عم ينزف. انا منيحة ما في داعي للمشفى، نزلني هون، ما بدي روح على المشفى. ابك خليه وقف، اخي عم يستناني. بالاول خليهم يفحصوكي بالمشفى لنطمن عليكي وبعدين برجعك على البيت. انت ما عم تفهم، عم اقول لك ما بدي روح على المشفى، يلا نزلني هون. تمام مثل ما بدك، بس اهدي رح صف على اليمين. انا معك حبيبتي لا تخافي. اذا ما في معكم مصاري لاعطيكم. لك تضرب انت ومصاريك الوسخه، لسه عم يقول مصاري. يلا نزلنا واقف. تمام رح نزلكم، لحظه لصف على اليمين. انا بعتذر مره تانية، نحن ما كنا بنعرف شيء، هديك البنت حكت لنا شيء مختلف. مسكي فيني آسيا. عادي هون. متأكدة إنك منيحة؟ أي منيحة. وأنت إيدك صارت دم بسببي. طيب امسكي، هلأ بمسحها، استني. يا ربي وين نحن هلأ؟ شو بيعرفني؟ بيتهم بمنطقة زكريا كوي، ما بعدنا 5 دقايق بالسيارة، أكيد لساتنا بالمنطقة. خليني أمسح لك جرحك بالأول، ورجيني. ليش ما رضيتي تروحي على المشفى؟ رح يجعك شوي آسيا. آسفة. مثل ما مبين الجرح صغير حبيبتي، ما عم شوف منيح بسبب العتمة. تعالوا يا بنات خلونا نتسلى شوي. لك حيوان روح من هون أحسن ما أكسر لك سيارتك. يلا نلع وسخين. شو القصة الكل جانين؟ أبك خلينا نروح على البيت بسرعة. شو رح تقولي لأخواتك آسيا؟ شو صار قلب؟ انبسطتوا بالحفلة من دوني؟ مشان الله لا تزيد علي. أكيد أنت دعيت علينا ما ننبسط، لأنه بحياتي ما قضيت أسوأ من هاي الحفلة. ليش شو صار؟ هديك البنت اللي اسمها مروة جابت معها بنتين صغار، بس هن ما عندهم علم بأي شيء، لا بيعرفوا ليش اجوا على الحفلة ولا شو رح يساووا. هن بس كانوا مفكرين انه رح يشتغلوا جراسين. شو هادي اللي عم تقوله يا اخي؟ لا تذكرني. وبعدين نحن تناقرنا شوي مع بعض، واحدة من البنات وقعت وانضرب راسها بالارض واغمى عليها كمان. شو هادي اللي عم تقوله؟ شو ساويتوا للبنات؟ بالبداية فكرت انهم عم بيكبروا راسه يتدللوا علينا تمام، وانا حاولت اتقرب من واحدة مشان خليها تفوت بالجو، بس جن جنونهم علي، وواحدة منهم هجمت علي وصارت تضربني وانا ما قدرت اتحمل، فدفشتها وقعت على الارض وانجرح راسها. قلب انت عم تمزح، شو هادي اللي عم تقوله؟ معقولة امزح بهيك موضوع تولكا؟ بعدين حطيتها بالسيارة لاخدها على المشفى، بس الحمد لله رجعت لوعيها بالطريق وراحوا على بيته. طيب ومروة شو ساويت؟ شو رأيها؟ مروة ما قالت أي شيء ولا حاولت تساعدني، لما شافت البنت وقعت على الأرض فورا هربت، بس طبعا أنا رح حاسبها على هذا الشيء. تمام الحمد لله على السلامة. والله أنا معصب كتير. بس اسمع منيح شو بدي أقلك، أصحك مرة تانية تنصح حدا بالبنت اللي اسمها مروة، أنا اتصلت لقلك هالشي، هالبنت ما نظيفة أبدا. لا تقلق ما عاد أتعامل معها. ما علينا، أنا بدي سكر هلأ، يلا بشوفك. شوفك. تعالي تعالي سبقوني يا بنات. شوفي شوفي براسك تولغا. انتي فوراً بتشمي ريحة الألعاب مو هيك؟ طلعي
شو هاد؟ هي صورة من ليالي آسيا المجنونة، ما عجبتك؟ كيف يعني تولغا هي الصورة معنا تطبيق؟ حقيقية؟ طيب مين هذا الشاب يلي مع آسيا؟ يلا حكي لي انت كيف صورتن هالصورة؟ هي واحدة من مهاراتي، وطبعا مو انت الوحيدة يلي بتعرفي هيك ألعاب، لنقول نصبت فخ. ايه شو رح تساوي؟ رح تبعت الصورة لدورو؟ معقولة بس لدورو؟ الكل رح يشوفوها. في حدا بيحب انه يقضي ليلة مجنونة مع آسيا؟ يا شباب رح انشرها على صفحة المدرسة. طلع السهم من القوس، خلينا نشوف مين رح يصيب الأول. تولغا عن جد انت فظيع وما في مثلك بالدنيا، منيح انك اجيت على مدرستنا. راسك كتير عم يوجعك؟ مو كتير، لسه في شوية وجع. الحمد لله مرقت القصة على خير. تخيلي لو إنك وقعتي مثل أبي وتأذيتي كتير ونقلناكي على عناية المشددة، كنا تبهدلنا عن جد وقتها وانتهت حياتنا. طلعي لازم تدعي إنه القصة انتهت هيك. خلص إبك سكتي، بتعرفي كل ما أفكر باللي صار نفسي بيضيق من جوا. تمام، هذا رح يكون درس لقلنا، وأنا من اليوم ورايح مستحيل أطلع مع أي حدا لحتى أتأكد من أخلاقه. بترجاكي خلينا نسكر هالموضوع وننسى. طيب خلص سكرته. هدول ليش عم يطلعوا فينا هيك؟ يطلعوا على تليفوناتهم. وين تليفونك؟ يلا افتحي خلينا نشوف شو القصة. لا تعبي حالك، شوفي من تليفوني. على أساس مبارح نمتي بكير بس كنتي عم تحتفلي مو فاضية. يا ربي شو هالفضيحة. آسيا، مين هالرجال؟ وانتو وين أخذتوا هاي الصورة؟ مين يلي نشر هالصورة؟ من حساب اسمه الأسرار والحقيقة، هو قدر انه ينشر هالصورة على صفحة المدرسة مثل ما أنا واضح معك وكل الطلاب شافوها وحاطين هالعنوان. مين بيحب يقضي ليلة مجنونة مع آسيا؟ انت صرت مشهورة كتير. آسيا وقفي، لا تروحي. آسيا، آسيا رجاء وقفي شوي. آسيا لا تجننوني، حدا منكم يفهمني شو القصة. مبارح صار معنا سوء تفاهم كبير دورك، فجأة لقينا حالنا بوضع سخيف كتير وهنن أخذوا هاي الصورة غصبا عنا وقتها. كيف سوء تفاهم ووضع سخيف؟ شو ساويتوا مبارح ولوين رحتوا؟ ما عم أفهم شي. عن جد شي حلو حلو حلو، ليالي مجنونة لأميرة الإن. هاريكا أنت لا تتدخلي أبدا. نحن غلطنا لأنه ما رحنا على حفلة عيد ميلاد قلب. أنت يلي اخترت المباراة بدل الحفلة. لو بعرف أني رح شوف هالصورة كنت شلت كرة القدم من حياتي. بس ما فهمت شو علاقة قلب بآسيا؟ يعني هنن كيف اجتمعوا مع بعض؟ يا لطيف مخك، شو اسميك؟ بيرك. أنا يلي نصبت هالفخ يلي ما عم تستوعبه بنوب. واو رئيس المؤامرات، حلال عليك. آسيا شو هالصورة؟ شو الموضوع؟ عمر اطلع فيني، قسماً بالله مو مثل ما أنت بتظن. يا أختي سؤالي واضح، جاوبيني شو قصة هالصورة؟ آسيا شو الموضوع؟ اهدى عمر، أنت شايف البنت منهارة، شربي شوية مي. حيوانات خدعونا ليلة مبارح، رحنا لحتى نشتغل جراسين بس هن فكرونا غير شي. دقيقة ما فهمت، كيف يعني فكروكن غير شي؟ اختي احكي بوضوح، هن شو فكروكن؟ هن فكرونا بنات ليل وانه نحن رحنا لنسليهم مقابل المصرف.
شو عم تقولي؟ فكروكم بنات ليل؟ بنات ليل؟ يا حرام اطلعوا على بنات الإن قديشون منهارين. آسيا؟ معقولة تشتغلي مثل هيك شغلة وسخة؟ ما كفاكي الشغل بالكافيتريات فاشتغلتي شي بيربح أكتر. ممتاز، طلعي فيني، روحي من هون وإلا ما بتعرفي شو بساوي فيكي. بعتقد أنا عم قول الحقيقة وبس، ولا ما لازم أحكي؟ لا تحكي، أنت خرسي وانقلعي من هون. ليش معصب دوروك؟ ما قدرت تتقبل شغل حبيبتك الجديد؟ الظاهر أنت ما عم تعطيها مصاري منيح، والبنت عم تساوي الشي اللي بتقدر عليه. طلعي فيني، احكي بأدب مع آسيا وإلا بدمرك، فهمتي؟ دوروك خلص وقف، انتو عن جد بتقرفوا وأنا رح استفرغ منكم. إيبك، من وين طلعت شغلة هالجرسين؟ مين دبر لكم ياها؟ في بنت اجت على محل سليم وقالت انه رح يساووا حفلة عيد ميلاد ورح يعطونا 1000 إذا خدمنا جرسين بالحفلة. أساساً أنا يلي ضغطت على آسيا، هي ما كانت بدها تجي. عن جد برافو عليكي، انت فاجأتيني مثل امك تماما لما تشوفوا المصاري. أوجان لو سمحت حاول تهدى وبلا ما تضغط عليها. طلعي آسيا، انا بعتذر منك تمام، لا تواخذيني لاني فهمت الموضوع غلط، بس المفروض تخبرينا شو صار مبارح. يعني هدنك الحيوانات ساولكن شي، فهميني شو صار. شو رح يساولن بلا تخبيص دروك؟ تمام لا تتخانقوا، ما صار الشيء اللي عم بتفكروا فيه، نحن تضايقنا منهم وكان بدنا نرجع فورا، بس الواطي هداك اللي بالصورة حاول يسحبني لعنده بالقوة، ولما أنا ضربته على وشه هو عصب كتير ودفشني وأنا وقعت وانجرح راسي. شو اللي عم تقوليه؟ ونحن ليش ما عنا علم بهالشي؟ فقدت وعية شوي من الوقعة وانجرح راسها، بس ما في شي خطير، عقمت لها الجرح مبارح وتحسنت. أنا ما عم بقدر صدقكم أبدا، معقولة أنتوا بتتعرضوا لهالوساخة ونحن ما عنا علم بشي بنوب؟ مين هدول؟ مين؟ طول بالك يا عمر، الحمد لله على السلامة. على الأغلب أختك آسيا فاتت بطريق سيء. أنا رح ورجيك شو الطريق السيء. اهدى شوي، والله بكسرك تكسير يا حقير، بعد وما برحمك بنوب. أنت ما تربيت من هديك القتلة، والله بموتك. خلص تركوا اهدى. امبارح أنا وآسيا رحنا على حفلة عيد ميلاد مشان نشتغل جراسين، بس البنت يلي أخدتنا لهنيك قالت لهم أنه نحن بنات ليل، ولما حاولوا يتقربوا مننا فهموا وقتها شو هي حقيقتنا، وبعدين كل واحد راح بطريقه. تمام؟ يا ريت تطلعوا هالسيناريو السخيف من عقولكم المريضة ولا تعملوا للقصة إيدين ورجلين. هذا يلي صار وانتهينا، فهمتوا؟ دقيقة، وإبك كانت هني؟ إيه كانت هني. صحيح إبك، شو بدي أسألك، أنتوا قديش بتاخدوا على الليلة؟ أوجان وقف، قسما بالله بخلص عليك هلأ حيوان. يعني لازم كل يوم نضربك؟ ما بتفهم أبدا أنت. هو كل يوم متعود يأكل قتلة، بس للأسف ما بيعقل أبدا. يا حضرة الأمير، برأيي أنت تخرس وما تتدخل أبدا، وتحاول أنك تهتم بحبيبتك شوي. شو يلي عم تقوله؟ ها والله بمطح. لا حيوان، بعدوا عني. لا تسوي هيك. تعال تعال دروك، خلص وقف. تولجا. نعم استاذ، شو عم يصير هون؟ ما في شي استاذ، الفريق تبعنا أخذ البطولة ولهذا السبب أنا ورفقاتي تنقرنا شوي. معناتها أهدوا شوي وما في داعي ترتفع أصواتكن، ولازم تكونوا قدوة للصفوف اللي أصغر منكن. ايه طبعا استاذ، معك حق بهالشي. امشي تولجا، خلينا نروح. يلا امشي يا رفيقي. موفقين بدروسكن. بعتقد البيت بهذا المكان. هو واحد من هدول البيوت؟ استنوا، لما اجينا مبارح كان كتير عتمة وما شفنا منيح، بس انا متذكرة هالمكان منيح وبعتقد البيت هون. خلاص يا جماعة انا تذكرت، هذا هو باب الكراج. انت متأكدة ابك؟ متأكدة. لكن انتوا ضلوا هون ولا تروحوا على مكان. تمام تمام اخي،
اسمه لهداك الوسخ قال؟ ايه. تفضلي. يعطيك العافية يا خانم. لا تؤاخذينا، بس عنا سؤال واحد. قلب البيت؟ قلبك قاعد عند المسبح، مين بتكونوا لحتى خبره؟ ما في داعي تعبي حالك، نحن منخبره بنفسنا. لا وقفوا، ما بصير تفوتوا بدون إذن. وقفوا يا، لا تسووا هيك. شو عم بصير هون؟ مين انتو؟ شو صار هون ليلة مبارح؟ ما فهمت انت شو عم تحكي؟ طلع فيني. أنا بنصحك تحكي بسرعة قبل ما نقتلك، لأنه ما عنا وقت زيادة لحتى نضيعه معك. يا طيب عن شو بدي أحكي؟ مين أنتو وشو اللي بدكن يا مني هلا؟ اتصل بالشرطة قلبي. طلع يا خانو، مديرك الوسخ قال الأدب مع أخواتي البنات. الواطن بارح أخذنهم صور وحاول يفضحهم فيهم، يعني حاول أنه يلطخ شرف البنات. هلا خدي تليفونك، يا اتصلي بالشرطة أو فوتي لجوا وكملي شغلك، أنت قرري. تمام ماشي. يلا أحكي. رح أحكي، بس فهموني بالأول شو الموضوع وشو قصة الصورة. هاي الصورة. أنتو اجيتوا لعندي مشان هدول البنتين؟ ايه مشان هدول البنتين. هدول البنتين بيكونوا أخواتي. هلأ جاوبني بسرعة، مين صاحب هاللعبة الوسخة؟ ومين يلي جاب البنات لهون؟ ومين يلي نشر الصورة؟ قول بسرعة. طلع قسما بالله أنا ما بعرف شي. في بنت اسمها مروة هي اللي أخذت الصورة، هي جابت البنات مشان يسلونا شوي. أصحك تغلطوا لك، عم قلك إنه البنات بيكونوا أخواتي. ما كنا بنعرف، نحن ما كنا بنعرف، وهن ما عندهم علم بالموضوع. شو سويتوا لهم؟ يلا أحكي شو سويتوا لحتى زعجتوا البنات لهالدرجة؟ ولا شي، صدقني ما سوينا لهم شي. هون دفشت اختي وقعتها على الارض؟ ها؟ يلا احكي انت هون وقعتها؟ شو رايك غرقك هلا؟ وين هي مروه؟ يلا اعطيني رقمها والا بخنقك هلا بموتك ولك. بالرقم بتليفوني، هي اللي جابت لنا البنات على الحفه. نفس الرقم ما قدرنا نوصل له. في شي صوره ثانيه؟ احكي في شي صورة تانية؟ لا صدقني ما في صورة تانية، بس الصورة اللي صورتها مروة. يلا احكي وين البنت اللي اسمها مروة؟ ما بعرف صدقني ما بعرف شي عنها، قسما بالله ما عندي غير رقم تليفونها، حتى كنيتها انا ما بعرفها. طلع فيني ولك، انا رح خليك تعيش هلا، بس بوعدك يا حقير اذا كان الشي اللي قلت لي يا كذب او اذا عرفت شي من مكان تاني رح اجي لهون ورح ضل اضربك لحتى تموت، فهمتوا لك؟ فهمت. مرة تانية لازم تعرف مع مين بدك تتسلى، مفهوم؟ Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.